قصة أم شابة مفيش فيها أي حاجة، صحتها بومب، كل مشكلتها إن هي حامل وجت تولد. تقاريرها والأطباء اللي كانوا بيتابعوها كلهم بيقولوا ما كانش فيها أي حاجة، كل المشكلة إن هي عايزة تولد. دخلت تولد طبيعي، جم يولدوها فوجئت ان هم بيقولوا لها تولدي قيصري. دخلت عمليه قيصري طلعت للاسف يعني عليله. ايام وفرقت الحياه، ومين السبب؟ الاهمال الطبي.